في صور إشاعة اللي عملوها لك في المستشفى. زي ما انت شايف إصابة حصل في تستكيول أمل نزيف داخلي. وإيه تستكيول ده دكتورة؟ هو ده تستكيول عباس الكسيتين تستس عباس تستس مستر عباس. إذا كنا بنقول لا حياء في الدين فلا حياء في العلم. وزي ما واضح قدامك أن حصل تليف في كستين نتيجة نزيف دموي. التليف ده خلاك عاجز جنسيا. كان ممكن ما يحصلش ده لو أنت عملت عملية. طب العملية ما تعملتش ليه؟ مستر عباس عملية كان لازم يتعمل بعد 6 ساعات فقط. لكن أنت رحت مستشفى تاني يوم. عشان كده حصل تليف في واحدة من تستس. طب والتستسات التانية؟ التليف فيها بسيط جدا، لو تم علاجها ستعود لك قدرتك الجنسية. اتفضل. قول يا دكتورة، يعني أنا هقدر أتجوز وأجيب عيال؟ مستر عباس، لا أستطيع إجابتك حتى تجلس على جهاز رد الفعل الحسي، حتى أرى مدى استجابتك لأي إثارة جنسية. اتفضل. خد عباس حط ده تحت بطك. ليه؟ هتشوف. تحرك المعاشر ده هيبين رد الفعل عندك من الناحية الحسية. يعني أنا مصيري متوقف على المؤشر ده؟ الإنسان العادي انفعالاته بتحرك المؤشر ده من 0 لكد 50. جاهز عباس؟ Let's begin Mary. لا بأس لا بأس. يعني أخف يعني؟ إن شاء الله مستر عباس. بس العلاج النفسي له دخل كبير في شفائك. والعلاج سيستمر 3 شهور. 3 شهور وبعدين أبقى كويس يعني؟ العلاج الطبيعي هيكون كل يوم مع رياضة خفيفة. وكمان لازم تركز على حاجات في الأكل الفوسفوري. أنا مستعد أفطر جمبري وأتغدى كابوريا وأتعشى استاكوزا. بس ارجع. والاهم من ده ان تستمر في مشروع زواجك. زواجي؟ وين داخل الجواز في علاجي؟ وكيف نتاكد من تحسن حالتك او شفائك ان لم تكن متزوجا؟ مستر عباس، الزواج هو اللي هينشط حواسك الجنسيه. الزميله جمالات اتصلت بيا وبلغتني بان زهيره هانم عندها رغبه اكيده في حل النزاع وديا. كمان عايز اقول ان الاستاذ عباس موافق على الصلح عشان خاطر زهيره هانم. تشكر يا استاذ عباس. دي عصمت كانت حطير من الفرح لما عرفت ان عباس وافق على المصالحه. متشكره. مدام بتقوليها من غير نفس ولا يا متر عقوبه العاهه المستديمه قد ايه؟ جايز تشكرني بنفس. 7 سنين واقل حاجه 3 سنين. وعايزني اعمل ايه يعني؟ ابوس رجلك؟ مادام قبلت تبوسي رجلي انا هخفف عنك الحكم من 3 سنين ل3 اشهر بس. ازاي؟ احبسك عندي في البيت. صفتي ايه؟ مراتي. انا اتجوزك انت؟ الجواز بالنسبه لك انت تهذيب واصلاح زي المجرمين اللي بيخشوا السجن. تتجوزها ازاي يا ابني؟ دي حفيدة وهبة باشا. توفيق اطلع بره. ايه يا طنط؟ قلت لك اطلع بره. يوه وحضرتك اقعدي. اياك تنطقي كلمة. طلباتك ايه يا عباس؟ انا مش هدفع مهر. انا مش هدفع غير 25 قرش بس. مبسوطة؟ عجباك الاهانة دي؟ ما هو انت
انت لو ما استربعتيش كنت هتعرفي هدفع لك مؤخر صداق قد ايه. يعني هتدفع لي كام؟ 500,000 جنيه. وانت حيلتك 500,000 جنيه منين؟ يا عمتك مش عرضت عليا شيك على بياضة عشان تنزل عن القضية؟ وحضرتك اتنرفزتي وقلت ان انا عايز ابتزكم؟ ولا يا متر لو كسبت القضية المحكمة هتدفع لي كام؟ انا شخصيا طلبت لك تعويض 500,000 جنيه. يبقى بالشكل ده عمتك مش هتدفع ولا مليم، وبقى مؤخر صدائك 500,000 جنيه. طول عمرك شهم وكريم يا عباس. تحب نكتب الكتاب امتى؟ مفيش كتب كتاب قبل ما يتنازل عن القضية. انا مش هتنازل عن القضية الا قبل صدور الحكم باسبوع. اضمن منين انك مش هتلعب بديلك؟ بقول لكم ايه بقى، انا تعبت. تقعدوا تتكلموا مع بعض وتتشاوروا كده وبعد تتصلوا بيا بالتليفون. بقول لك ايه، انا عاوز فستان الفرح يبقى لونه اسود. هو في فستان فرح لونه اسود؟ هو يعني كان في اوضه نوم لونها اسود؟ انا لا يمكن اوافق على القهر والاستعباد ده. مش احسن ما تترمي في السجن 3-4 سنين؟ ازاي اتجوز واحد ما بقبلوش ما بطيقوش؟ ده هيبقى جواز على الورق بس، يعني هتبقوا زي الاخوات. ما تقولي حاجه يا متر. نايمه نايمه. وافقي على كل حاجه يقولها، لان مجرد ما هيتنازل عن القضيه انا هرفع قضيه طلاق وهخلصك منه، لاني حاسبه انه عاجز جنسيا ومالوش في المسائل. خليكي ورايا انت بس وانت تكسبي. اهلا اهلا يا توفيق بيه. هلا عباس. اهلا. كان زهيره بعتلك تذكرتين دول عشان باريس. وايه المناسبه؟ شهر العسل. كتر الف خيرها، بس انا مش هسيب بيته طول مده شهر العسل. راجع لها التذاكر وبلغها تحياتي. اوكي عباس، في موضوع عايز اكلمك فيه. انت عارف ان انا وعصمت عمرنا ما حبينا بعض، يا بس فلوس عن زهيره كانت مغريه شويه، وانت عارف عن زهيره كانت عايزه تجوزنا لبعض، وانا اي دونت كير يعني اي حاجه. مش عايز الموضوع ده يعمل بيننا وبعض حساسيات. اوكي، ومن النهارده تعتبرني صديق ليك ولعصمت. صديق ليا؟ اهلا وسهلا. مش هنسى انك انت ابن عمها. طب لو سمحت اقبل مني الهديه دي عشان نحس ان احنا عيله واحده. ماشي، مقبوله منك. دي شوكولاته بتعمل في فرنسا مخصوص للعرسان في ليله جوازهم. طب وايه اللي دخل الشوكولاته في ليله الجواز يعني؟ ازاي؟ دي انرجي فظيعه عشان خاطر. اوكي؟ اوكي. يلا باي. باي. حبس. نعم. اشرب كوبايه شاي بعد الشوكولاته دي تدعي لي. باي. باي. لو خد حته واحده هتكتب على نفسه وينام طول الليل ده القتيل. يلا بقى بينا على البيت. اوكي. شاي ولا لبن بالشاي؟ الو. ما هو لازم تكون انت. نعم يا اسمرزوق. ها كلت البطارخ بتاعتي؟ عايزك تاكلها وتدعي لي ربنا يوفقك. ما تنقش يا مرزوق وخلي الليله تعدي على خير. قلت نص كيلو بطارخ يا مفجوعة. صحتك يا عندي. كده وكمان شربت الشاي؟